كيف تبدو الساعات الأولى من يوم عيد الفطر في غزة بعد هذه الغارات المتواصلة والشهداء وصل إلى 67؟ التكبيرات أسمعها من نعم. عندك، تفضل بس. هذا ما رغبت بالحديث عنه، رغم كل شيء يحدث في غزة، إلا أنه أصوات تكبيرات عيد الفطر السعيد تصدح من المساجد، وكما نستمع في الخلفية هنا من أحد المساجد القريبة من مجمع الشفاء الطبي، يكبر الأطفال والرجال ويدخلون حتى في المسجد. لا أدري إن كانت الصورة توضح دخول هؤلاء الشبان والرجال إلى المساجد رغم الحركة القليلة في الشوارع وتحليق طائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة. لم تفارق سماء قطاع غزة، إلا أن هؤلاء المصلين ذهبوا لأداء صلاة العيد. الغارات الإسرائيلية كان آخرها قبل نصف ساعة تقريبا من الآن، واستهدفت مناطق غرب مدينة غزة وجنوبها، وكان موقعا للمقاومة على الشريط الساحلي، ثم أيضا موقعا آخر وواحد من المقار الحكومية القريبة من مفترق السرايا وساحة السرايا وسط مدينة غزة. أتحدث هنا عن 67 من الشهداء بعائلاتهم، سيعيشون أوضاع وساعات صعبة مع هذا العيد بعد أن كان، وبالفعل الآن يستعد كل المسلمين في العالم لي يعني استقبال هذا العيد بكل فرح وسرور. هؤلاء يفقدون أفراد من أسرتهم بفعل الغارات الإسرائيلية التي استهدفت هذه البيوت، وبعضها أسقطت بفعل الصواريخ الإسرائيلية، أسقطت البيوت على رؤوس ساكنيها. وحتى اللحظة هناك 400 أيضا تقريبا من الجرحى، هم بعضهم في حالات الخطرة وبعضهم أصيب، وهذا يترك أيضا أثره على أجواء عيد الفطر، بالإضافة إلى وضع حالة الضغط التي يعمل بها الأطقم الطبية. وكما استمعنا قبل قليل إلى الشهادة المؤلمة التي تحدث عنها أحد الأطباء في قسم الاستقبال والطوارئ هنا في مجمع الشفاء الطبي، وحاله بالتأكيد حال معظم الأطباء العاملين في مشافي قطاع غزة، يعيشون وضع حالة الطوارئ والضغط، وبالتأكيد هذا يؤثر على عملهم. لكن بكل الأحوال لا يزال حتى هذه اللحظة الحديث عن عودة الهدوء بشكل كامل إلى قطاع غزة غير واضح، وليس له موعد محدد، وبالتالي قد نكون في أي لحظة أمام غارات إسرائيلية جديدة، وقد يكون هناك في الساعات الأولى لا سمح الله استهدافات مباشرة لمساكن المواطنين أو المرافق الحكومية التي يجاورها مساكن للمواطنين صبا، وبالتالي هذا سيستدعي أكيد ردا من المقاومة الفلسطينية، وبالتالي نعود إلى أجواء القصف والقصف المتبادل ورد المقاومة على الغارات.